السلام عليكم. في الفيديو ده هنحل اخر سؤال في شيت 4 اللي هو question 2. زي ما انتم شايفين الكويستشن كبير شويه، حاولت ألمه في صفحه واحده. يعني هو كل دي تيبلز تبع داتابيز معينه، وهو عايز يعمل اوبريشنز معينه على الداتابيز دي، وبيقول لنا نشوف الاوبريشنز دي هت فايوليت الانتجريتي كونسترينز ولا لا. طيب محتاجين بس نفتكر الاول ايه هي الانتجريتي كونسترينز. كان في 4 كونسترينز بنهتم بيهم: الدومين والكي والانتيتي انتجريتي والريفرنشال انتجريتي. طيب الدومين انتجريتي هو ان احنا ما نعملش انسرشن في فيلد معين لحاجه ما تكونش تبع الداتا تايب او تبع الدومين بتاع الحاجه دي. يعني زي مثلا الاس اس ان ده انتجر، فما ينفعش هنا اجي انسرت رقم. هنا البيرث ديت ده ديت، ما ينفعش اجي انسرت سترينج مثلا، وهكذا. يعني سوري، الاس اس ان انتجر، فما ينفعش اجي انسرت حرف. لا، المفروض ان انا انسرت رقم، ده الطبيعي يعني. بس كده، يعني ده الدومين انتجريتي. طيب بالنسبه للكي انتجريتي، ان انا ما ينفعش اكرر البرايمري كي. يعني مثلا زي هنا مثلا الديبارتمنت نمبر هو البرايمري كي، فما ينفعش اجي انسرت ديبارتمنت جديده واقول لها الاي دي بتاعها برده مثلا 1 او 4 او 5. This is not valid يعني. الانتيتي انتجريتي، ان انا ما ينفعش انسرت برايمري كي بنال. يعني ما ينفعش هنا اجي انسرت مثلا امبلوي معين وادي له فيرست نيم ولاست نيم وبيرث ديت وكده، وما اديلوش اس اس ان، او ادي له اس اس ان بنال، ما ينفعش. اخر حاجه ريفرنشال انتجريتي، ان انا ما ينفعش يعني اديليت حاجه او ابديت حاجه وهي موجوده معمول لها ريفرنس في مكان معين. يعني زي مثلا مثلا ديبارتمنت نمبر هنا اهو، ما ينفعش اطلع امسح ديبارتمنت نمبر 5 غير لما اكون مسحت الانتريز اللي هنا في التابل ده اللي هو بروجكت ده، الانتريز اللي فيها ديبارتمنت نمبر 5. وهنا عادي، مش اعتقد هنا مش تفرق قوي. لا هنا هتفرق برضو، حتى لو هو مش كي، علشان حسب الاوبريشن اللي احنا عاملينه. ولو كي طبعا هتبقى مشكله كبيره لو ده برايمري كي. هنا دي ممكن نخليها اون كاسكيد بنال عادي يعني. سوري، اون ديليت ب set null. بس يعني هي ستيل برضو، هو الموضوع كله بياخد يعني بيحوم حوالين حاجه زي كده. زي مثلا هنا employee ssn ده مثلا، ما ينفعش اجي امسح employee هنا 3 3 3 4 4 5 5 5 ده غير لما امسح الحاجات اللي هنا دي، ان ده اصلا البرايمري كي بتاع هنا، وهو كمان البرايمري كي هنا في نفس الوقت. يعني احنا هنشوف الاوبريشنز بشكل عام، ونشوف كل واحد فيهم هنتعامل معاه ازاي. طيب اول اوبريشن بيقول لنا هننسرت في التابل بتاع امبلوي، انسرت في تابل امبلوي التيوبل ده. فاكرين ده النوتيشن بتاع التيوبل، كنا قلناه في فيديو قبل كده. هننسرت التيوبل ده روبرت اف سكوت باي دي معين بالكلام ده. فهل ده بيفايوليت اي حاجه من الاوبريشنز اللي احنا من الـ من الـ من الكونسترينز اللي احنا قلناها قبل كده؟ لو بصينا على الاي دي اللي هو 9943777543 ده، هنلاقيه مش موجود قبل كده هنا في التابل. هنلاقي عادي بقى يدخل له اي اسم واي حاجه واي ديت واي اي حاجه. تمام. فهنا نو فايوليشن اصلا، ان هو مدخل برايمري كي صح، وكل حاجه في الدومين بتاعها، مدخل ديت في الديت، مدخل سترينج في السترينج، كله تمام يعني. طيب هي انسرت برودكت A 4 بلير 2 انتو بروجكت. نيجي هنا عند بروجكت، نلاقي هي انسرت برودكت A 4 بلاير 2. طيب ده بيفايوليت ايه؟ الفكره ان هو مدخل 2 في الديبارتمنت نمبر. لو طلعنا فوق في الديبارتمنت تيبل مش هنلاقي اصلا في ديبارتمنت اسمها 2. فالفكره ان ده بيرفرنس ده، فما ينفعش انسرت حاجه هنا وهي مش موجوده هنا. فالحل ان هو يدخل ديبارتمنت 2 الاول، او يدخل ديبارتمنت نمبر موجود في التيبل ده. طيب دي كده نمبر بي. نمبر سي بي انسرت برودكشن و4 و94377543 وكذا انتو ديبارتمنت. نبص على ديبارتمنت هنلاقيه بي انسرت كي اصلا موجود قبل كده، ده اللي انا كنت بقوله ما ينفعش يعمل كده. فهو يا يغير الاي دي ده، يا اما يمسحه من هنا ويرجع ينسرته تاني يعني، او يعمل ابديت بقى، ما يعملش انسرت. اوكي، فده برضو فايوليشن. طيب بعد كده بي انسرت 6 7 7 ونل و40 انتو وركس اون.
هنلاقي ان works on دي ليها primary key ESSN و PN و product number و project number، فما ينفعش project number يبقى بنول، فلازم يديله value، ولازم الفاليو دي تكون موجودة في table البروجكت. نفس الكلام لازم الفاليو ال ESSN ده يكون موجود في table الامبلوي، لو هو مش موجود فده برضو violation تاني، بس هو موجود يعني اعتقد، لا مش موجود برضو، فده كده في 2 violations، هو الفيوليشن ده والفيوليشن التاني. على فكرة برضو فوق متهيألي ال C دي كان فيها referential integrity violation، ان هو حي insert المانجر SSN ده متهيألي برضو مش موجود في الامبلوين، هو مش موجود فعلا، فده لازم برضو يكون موجود، ده violation تاني. طيب نمبر E حي insert الكلام ده في dependent، فديبندنت نيجي نبص كده على التيبل هنلاقي في امبلوي فعلا بالرقم اللي هو عايز يحطه ده وخلاص، وفي ليه ديبندنت معين مفيش دومين فيوليشن. تمام. طيب هيديليت من works on الانتريز بتاعه الامبلوي ده، شيل كل الامبلوي ده من هناك. طيب تمام، هو هيشيل ده، هيشيل الانتريز دي يعني، وهي مفيش حد مشاور عليها، ده بالعكس هي اللي مشاوره على حد، وخلاص مفيش مشكلة، هي مشاورة على SSN ده، فعادي مفيش مشكلة، no violation. طيب هي delete employee tuple with كذا، نروح tuple ده هنلاقي 9 عايز يديليت الراجل ده، فلازم نشوف الأول أي حاجة بتشاور على ال SSN ده ما يكونش فيها الرقم ده، فطبعا هنلاقي الرقم ده موجود هنا في works on، فده violation، لازم نروح ندليت من هنا الأول ال entries دي علشان نعرف ندليته، او نكاسكيد بقى نعمل نمسح من هنا ونمسح من هنا. طيب بيقول delete the project tuple with p name product x، عايز يديليت product x اللي هو 1، واحنا هنلاقي 1 ده في works on موجود، فما ينفعش برضو، لازم يروح يمسحه من هنا الاول وبعدين يروح يمسحه في project. تمام. طيب بيقول modify manager SSN and manager start date of the department tuple with DNUM 5 to كذا and كذا، يعني هو عايز يجي عن department number 5 ويغير المانجر SSN بتاعها ل 1 2 3 4 5 6 7 8 9، فطبعا ده لازم يكون employee موجود فوق، فتمام مادام في employee موجود فوق بال data دي فمفيش violation. ماشي. modify the super SSN attribute if employee كذا to كذا. طيب هيروح للامبلوي اللي هو 9 9 9 8 8 4 7 ده ويغير السوبر بتاعه للفاليو دي اللي هي 9 4 3 7 5 5 4. نروح بقى نبص الفاليو دي موجودة هنا، نلاقيها مش موجودة اساسا، فلازم ده يكون امبلوي الاول موجود، ان السوبر ده مش موجود اصلا، فلازم يكون في امبلوي الاول موجود بالاي دي ده علشان يعرف يغير للسوبر بتاعه. لو تفتكروا السوبر اس اس ان دي اللي هي الريليشن بتاعت امبلوي managers، فدي كان لازم يكون في تابل الامبلوي الراجل اللي داخل في managers دي موجود. طيب اخر حاجة modify the hours attribute of works on لل SSN ده وال product number ده وكذا، فهو هيخش هنا لل SSN ده وال project number 10 هي الانتري دي، هو ليه يا ابني بتعمل كده هنا، ويحط اورز معينه مفيش مشكله عادي، دي مفيش حد بيشاور عليهم وهي ابديت، بس يحط اورز 5 فنو فايوليشن. كده احنا حلينا كويستشن 2، خلصنا شيت 4. لو حد عنده اي سؤال في حاجه من الحاجات دي برضو يسال. شكرا.